ايه بس؟ كل يا حبيبي وتغذى. انا بجد مش مصدقه الناس بقت تلبس كده ازاي. قصدك يعني عشان ضيق يعني؟ مش فكره ضيق ولا واسع، الواحد لازم يلبس اللي لايق عليه وعلى جسمه. عجباك ها؟ انا شفتك وانت بتبص لها، ده حتى عصام ما بصش. ده بتصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا عمري في حياتي ما عكست واحده ولا عرفت واحده ولا عملت الحاجات دي. زي عصام بالظبط. يعني انت دم خفيف قوي النهارده. مبسوطه انك معايا يا اخي، فرحان. طب وانت عشان فرحانه تتريق عليا؟ مش وقت خالص. لا يا حبيبي انا بهرب. كمل يا عبد الله، انت ليه بقى عمرك ما عكست واحده ولا مشيت مع واحده ولا اي حاجه؟ الحقيقه الفضل في الحكايه دي يرجع لابوه وامه الله يرحمها. امي كانت دايما تقول لي ما تفشحش شبابيك وانت بيتهيألك انها مش هتدخل هوا، لانها فعلا بتدخل هوا بس شويه صغيرين وشويه صغيرين مع شويه صغيرين يفتحوا بيبان ممكن تغرقك. انا مش فاهمه اي حاجه. بص يا ستي، ان الواحد يعكس واحده هو ده فتح الشبابيك، لان ما يعكسها ممكن تكلمه، ممكن يعرفوا بعض، ساعتها ممكن تجر رجله في حاجات تخسره نفسه. يعني الحكايه باختصار كده، تبتدي بمعاكسه تنتهي بمصيبه، هي دي حكايه البيبان والشبابيك. ماشي يا سيدي، انت اهلك ربوك كويس يا عبد الله. لعلمك بقى، ابويا كان بيعرف اصحابي معايا، كانت المساله دي مهمه بالنسبه له جدا. وزي ما بيقولوا، عايز تعرف فلان اعرف اصحابه. ولعلمك انا هعمل كده مع ياسين ابني، لازم اعرف اصحابه كويس واصاحبهم كمان. هو في صحاب في الزمن ده؟ في طبعا، وصحاب جدعان جدا كمان. انا من رايي عصام الدنيا لسه بخير يا نهى، ولسه في ناس كتير كويسه. اما بقى بالنسبه لوالدي فكان زي والد عبد الله بالظبط، كان يجمعنا انا وصحباتي البنات ويقعدنا قدامه ويقعد يقول لنا اوعوا يا بنات، اوعوا تروحوا اماكن او تقعدوا قعدات ربنا ما يبقاش راضي عنها. بصراحه انا وصحباتي البنات كنا بنشجع بعض على الصح. يا سلام، الصداقه دي يا ولاد اجمل حاجه ربنا اداها لنا في حياتنا. طيب عن اذنكم انا لازم امشي. شكرا يا عبد الله. ما تقعد يا عم، انت رايح فين؟ معلش افتكرت ان عندي ميعاد مهم جدا. اشوفكم تاني على خير ان شاء الله. سلام. باي باي يا حبيبي. ايه يا نهى، هو زعل ولا ايه؟ لا ابدا. من ماله قام فجأة كده من غير مناسبة؟ سيبيه براحته يا ماما، دي أول مرة ما بقاش قلقانة فيها على عصام.